بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا الفيديو إن شاء الله رح نبلش نشرح الموضوع الأول من مادة الباث والخاصة بسيستم السي في اس. هلا بقولك إنه الهارت ديزيز ريمينز ذا ليدنج كوز اوف موربيديتي اند مورتاليتي ان ذا اندستريال نيشنز. في الدول الصناعية السبب الأساسي للوفاة هي أمراض القلب. And it accounts for nearly 40% of all postnatal deaths in the US, totally about 750,000 individuals annually. في كل سنة 750,000 وفاة من أمراض القلب، بحيث أنه بتشكل 40% من نسبة الوفاة. Nearly twice the number of deaths caused by all type of cancer. كل أنواع الكانسرز أعداد الوفيات الناتج منها مقارنة بأمراض القلب، فأمراض القلب تساوي الضعف. هلا أول واحد من أمراض الهارت ديزيز هو الإسكيميك هارت ديزيز. هلا لما نحكي إسكيميا، هلا الإيميك هون ريليتد تو بلاد، أما الإسك هون معناها سوبريشن. إذا الإسكيميا فيها مشكلة في البلاد، عم بينقص البلاد سبلاي، إذا إسكيميا معناها سوبريشن أوف بلاد. فالإسكيميا هارت ديزيز is a group of related syndromes resulting from myocardial ischemia. عنا نقص للبلد سبلاي to the myocardium للهارت. فبصير هون في عنا المشكل إنه imbalance between the cardiac supply and the cardiac demand. حاجته من البلد ومن الأكسجين أكبر من الكمية التي تصل إليه من البلد. فهلأ شو الأسباب اللي ممكن تعمل إسكيميا؟ السبب الأول هو increase demand. القلب عنده مشكلة معينة، فكانت حاجته وكمية الأكسجين والبلد بيحتاج أكثر من الكمية النورمال. هون من زي الناس عندهم hypertension or tachycardia increase in heart rate. الحالة الثانية هي diminish oxygen carrying capacity. هلا البلد هو اللي بيرتبط، البلد هو المسؤول عن نقل الأكسجين. فإذا كان في عندنا مشكلة في البلد، كان فيه مثلا أنيميا، والانيميا يعني في عندنا ديفيشنسي بالهيموجلوبين، باعتبار انه الاكسجين لازم يرتبط بالهيموجلوبين. نقص الهيموجلوبين معناها كميه الاكسجين اللي حتكون في البلد اقل. فمش هيك الناس اللي عندهم انيميا اكثر عرضه ان يكون في عندهم اسكيميك هارت ديزيز او كربون مونوكسيد بويزنينج. الكربون مونوكسيد اللي هو السي او ابيليتي بايندينج وذ هيموجلوبين اضعاف الابيليتي اوف هيموجلوبين بايندينج وذ اكسجين. فالهيموجلوبين لما يلاقي فيه سي او في اكسجين حيرتبط بالسي او ما يرتبط بالاكسجين، فكميه الاكسجين في الدم حتكون اقل. In the vast majority of cases السبب الاساسي والميجر كيسز الاسكيميك هارت ديزيز بسبب ريدكشن كورنري ارتري بلاد فلو. البلاد فلو بالكورنري ارتري المسؤوله عن تغذيه القلب اقل من النورمال. واي؟ لانه فيها اوبستراكشن اوبستراكتيف اثيروسكليروتيك ديزيز. إذا يا بيكون إنه كمية إنه حاجته للدم إلى البلد والأكسجين عالية، وكان أو إنه كان كمية الأكسجين في الدم أقل من الكمية النورمال بسبب الأنيميا أو الكربون مونوكسيد بويزنينج. والحالة الأهم إنه البلد سبلاي عن طريق الكورنري أرتري أقل من النورمال لأنه فيه أوبستركشن أند أثر سيكيروسيز، فيها تصلب شرايين، فيه كوليسترول أند أنسجة والليمفاتكس وغيرها عم تجمع على البلد فيسلز. فمشان لانه السبب الاساسي لها هو الاثر سيكلرسز، يعني اللي الذي بيصيب الكورنري ارتري. الاسكيميك هارت ديزيز از اولسو فريكوينتلي كولد كورنري ارتري ديزيز. السبب الاساسي هي الكورنري ارتري. And it is still the leading cause of death in the US and other nations as Jordan. فهو السبب الاساسي للوفاة في الاردن ودول تانية as US. هلا الاسكيميك هارت ديزيز ار ادي هم مجموعه من الديزيز ار ا دايركت كونسيكونس اوف انسفشنت بلاد سبلاي تو ذا هارت. قلنا انه الهارت يا كميه الاكسجين بتوصل اقل بسبب في اوبستراكشن، او كميه الاكسجين اللي بيحتاجها كانت اكثر من اللي بتوصله. فاذا السبب الاساسي لها يعني انسفشنت اور ان اديكوت بلاد سبلاي تو ذا هارت. في منها اربع حالات رح ندرسهم بالتفصيل. الحاله الاولى هي الانجينا. لما نقول انجينا معناها في تشست بين، وهي نوعين، في منها ستيبل وان ستيبل رح نحكي عنهم لقدام. الحاله الثانيه هي الاكيوت مايوكارديال انفاركشن. المايوكارديال انفاركشن هي الجلطه. هلا متى ممكن يصير في عندنا الجلطه؟ السبب الاساسي لها الاسكيميا، ولكن مش كل اسكيميا رح تعمل جلطه حسب السيفيريتي والديوريشن. اذا كان في عندنا كومبليت اوبستراكشن اوف بلاد سبلاي اند نو بلاد سبلاي تو ذا هارت حيصير في جلطه. اذا الجلطه هي الكارديك ديث، انه موت خلايا القلب بسبب انه نو بلاد سبلاي ما كان عم بيوصلها للبلد. الحاله الثالثه هي كرونيك اسكيميك هارت ديزيز. هلا في البدايه كان في عندنا هارت ديزيز ممكن يستمر مدى الحياه ويصير كرونيك، لانه الجسم او الهارت نفسه ما كان يقدر انه يتفاعل مع هاي المشكله او يعوض النقص
في البلود سبلاي. الحالة الرابعة إنه عندنا sudden cardiac death، إنه وفاة القلب. السبب الأساسي إنه يكون في عندنا البلود سبلاي أدى لوفاة القلب كامل cardiac death can result among other causes of في كتير إنه causes إلها، ولكن most common هي lethal arrhythmia. هلا في البداية كان في عندنا ischemia يعني نقص في البلد، وبالتالي السيلز ما كانت عم تنبض بشكل صح، وبالتالي نقدر نقول إنه الإلكتريسيتي of the heart is abnormal فبينتج منها arrhythmia. These syndromes are all relatively late manifestation of coronary atherosclerosis. إذا في البداية الشخص كان في عنده atherosclerosis ومن مضاعفاته إنه قل البلد سبلاي، وبالتالي صار في عنا اللي هي الإسكيميك هارت ديسيز. هلا هاي الكورنري سيندروم في منها اكيوت، تتبع ثلاثه ديسيز هم المسؤولين عن الاكيوت: الانستابل انجينا، الاكيوت ميكارد انفاركشن، اند سادن كارديك ديث. هلا ديو تو اسكيميك هارت ديسيز انيولي تقريبا قلنا في 500,000 حاله في امريكا، ولكن after peaking in 1963 the overall death rate from ischemic heart disease has fallen by approximately 50%. بقول لك انه في عام 1963 كان اكثر سنه فيها وفيات بسبب الاسكيميك هارت ديزيز في امريكا، ولكن عملوا خطه معينه قدرت نتيجه هذا الشيء انه تقلل الوفيات بنسبه 50%. هلا this decline largely due to the recognition of cardiac risk factors. عرفوا شو الريسك فاكتور اللي ممكن تعمل اسكيميا اوف ذا هارت اند هارت ديزيز ذن كوزد ات، ويقدروا انهم يتخلصوا منها. اذا عرفوا الاسباب وعالجوها وبالتالي قلت الوفيات. يعني اهم هلا قلنا السبب الاساسي هو الاثر سيكلوتيك، وبالتالي لما عرفوا الريسك فاكتور which cause or risk with other sclerotic disease قدروا انهم يمنعوا هاي الاشياء ويقللوا منها، يعني عملوا prevention وقايه من الاثر سيكلوتيك which cause ischemic heart disease as smoking، قدروا انهم يوقفوا السموكينج، الهايبرتنشن والديابيتس قدروا انهم يعالجوها، and lowering cholesterol. So lisericin diagnostic and therapeutic advance are also contributory. يعني غير انهم قدروا يعرفوا الريسك فاكتور، هلا صار في عندهم تطورات في التشخيص والعلاج لهاي الديسيز عن طريق الانجيوغرافي، اللي هي عباره عن انه يهم يعمل تصوير للهارت والاوعيه الدمويه، او الاسبرين بروفيلاكسز انه يلاحظوا انه الناس ممكن يكون عندهم ريسك فاكتور بيعطوهم الاسبرين، بيعمل فيزو دايليشن وبالتالي بيمنع انه يصير في عندنا اوبستراكشن، and the newer medication like statin better arrhythmia control، انه واحد من الاسباب انه يكون في عندنا arrhythmia abnormal heart contraction، وبالتالي صاروا هلا يقدروا يعطوا drugs against it and control. و coronary care units كان في انه عناية خاصة في coronary artery. also في عنا الانجيوبلاستي اللي هي عمليات القصر، بيعملوا توسيع اذا كان او تفتيت اذا كان في عنا obstruction، and endovascular stents thrombolysis. قلنا المايوكاردال انفاركشن السبب الاساسي هي جلطة، فوين نلاحظ انه وين في الارتر اللي فيه ثرومبس عملت اوبستركشن للبلود سبلاي اوف ذا هارت، بيعطوا دريكس يعملها لايسيس فور ذيس ثرومبس، اتكسر الثرومبس وبالتالي يصير في عندنا ثرومبولايسيس. والكورنر ارتر كانت انه كان باي باس سيرجري، في عمليات جراحية بتقدر يستخدموها للعلاج. هلا الباثوجينيسيس ischemic heart disease occurs because of inadequate coronary perfusion relative to the myocardial demand. عندنا imbalance بين حاجة القلب اللي هي demand وبين السبلاي، السبلاي أقل من الديماند. هلا this may result from a combination، إلها بتيجي combination يعني سببين مرتبطين في بعض: pre-existing fixed occlusion of coronary artery، في عنا كان occlusion of coronary artery انه هذا الشريان الارتري كان فيه انسداد بسبب مثلا atherosclerosis فكان عامل occlusion. هلا هذا occlusion او obstruction لحاله غير كافي، لازم يتبع new superimposed thrombosis or vasospasm. الارتري نفسه عمل constriction صار في vasospasm وبالتالي صار في عنا تضيق اكتر، او انه جمعت فوق هذا ال الكوليسترول او الاثر سيكلوتيك جمع فوقها عندنا بلاتليس كولاجين وغيرها، وبالتالي صار في عندنا ثرومبوسيس وبالتالي كومبليت اوبستركشن وبالتالي قل البلاد سبلاي. هلا عندنا كريتيكال ستينوسيس، في الحاله الاولى ببلش عندنا از ستينوسيس هو مجرد تضيق في هاي الارتريز والبلاد سبلاي المسؤول عن البلاد سبلاي باي اوبستركتنج بنسبه 70 ل 75% اوف افيسال لومن. جنرالي كوز انجينا اونلي ان ذا سيتنج اوف انكريز ديماند. هلا لما يكون في عندنا الاوبستراكشن بنسبه 70 ل 75% فيعني انه في بلاد سبلاي كافي في حاله الريست، في الحاله النورمال الشخص انه كميه الاكسجين والدم اللي بتوصله بكفي كافي انه، ولكن لو في اي لحظه شخص مثلا كان في حاله ستريس او تعب او عم بيلعب رياضه
الديماند للأكسجين والبلد زادت، بهاي الحالة كمية الدم أو لأنه أوبستركتين ما بيقدر يعطي مور بلد سبلاي، فإذا لما زادت الديماند وكان السبلاي غير كافي حيصير في عنا أنجينا. أما في الحالة النورمال أو بدون ريست أو إكسرسايز ما بيكون في أنجينا. الحالة الثانية كان في عنا فيكس ستينوسيس بنسبة 90%. هلا لانه الاوبستراكشن بنسبه 90% فبقول لك انه هذا الشخص في حاله الرس بدون اكسرسايز وهو قاعد مع البلد سبلاي اللي عم بيوصله مع الاكسجين للهارت غير كافي، وبالتالي ذيس كان كوز انجينا. هلا الكورنري ارتري اوكلوجن اوكيرز از سفشنتلي سلو ريت ات مي بي ايبل تو ستيمولييت كولاترال بلاد فلو فروم اذر ميجر فيسلز. اذا كانت هذا الاوبستراكشن بيكون يعني انه كثير بطيء، يعني مش فجأة صار obstruction، معناها إن لما القلب يلاحظ إنه في عنا obstruction وبالتالي بيعمل activation للcollateral blood flow، إنه بيصير إنه يعطي إنه blood vessels جانبية أو فرعية تقدر توصل البلد للمكان اللي صار فيه obstruction. يعني إنه هاي collateral blood flow بتعمل protection against myocardial infarction إذا كان في عنا complete vascular occlusion. إذا الشرط إنه يكون في عنا collateral blood supply بس إذا كانت عندنا الأوبستركشن بشكل بطيء، يعني في كل فترة عم بيزيد الأوبستركشن ولكن بشكل بطيء مش فجأة صار في أوبستركشن. Unfortunately acute coronary occlusion cannot spontaneously recruit collateral flow and will result in infarction. إذا كان هذا الأوكلوجن بشكل سريع معناه هو ما بيقدر يعمل collateral flow وبالتالي بيوقف blood supply لجزء من الهارت ويصير في عندنا infarction. فهون في عنا artery في الحالة النورمال صار عند هذا الشخص atherosclerosis، هون عم تجمع atherosclerosis plaque اللي هي اللي بيز كوليسترول وغيرها. هلا إذا صار في عنا مثلا بلحظة معينة دمج في هاي atherosclerosis plaque اللي هي كتلة الكوليسترول المتجمعة هون، قلنا صار فيها مشكلة مع هاي البلاكس، صار فيها مشكلة معينة تجمعت عليه البلاتس. هلا هون بصير في عنا حالتين، إما إنه هون بسبب البلاتس بصير في عنا healing by fibrosis، هاي سيلز عبارة عن fibrosis وجد لي fibrosis عمل stenosis لهاي البلاتس سبلاي صارت كتير ضيقة. And this is severe fixed coronary obstruction. هلا هذا فيكس لأنه ثابت وما إله علاج إنه صار fibrosis، فكمية البلاتس سبلاي حتكون هون كتير قليلة وبالتالي هون بيتحول إلى chronic، لانه للحظه ما حيصير في عنا ما نتج منها ثرومبوس وبالتالي بنقدر نعطي ثرومبولايسيس، هون فيها فايبروسيس. الحاله الثانيه انه البلاك ديستربشن لما صار لها ديستربشن اتجمع عليها بلاتلتس ومع البلاتلتس نتج منها ثرومبوس، يعني صار في عنا ثرومبوس فورميشن. هلا هاي الثرومبوس عملت انه بارشل اوكلوجن ما عملت كومبليت اوكلوجن، هلا لانه بارشل اوكلوجن حتعمل unstable angina، يعني كمية البلد سبلاي ما بتكفي حتى في الحالة النورمال، هو لا في الريس ما بكفي فناتج منها unstable angina أو حتعمل infarction. لو حتعمل infarction ما حتأثر على الهارت كله، حتكون إنه بسيطة وجاية على جزء محدد من الهارت، فبنسميها subendocardial myocardial infarction، جاي بس في الجزء الداخلي من الهارت مش بكل الهارت، only one layer. الحالة الثانية كانت thrombus very large وعملت complete occlusion، هاي الحالة كانت الاوكلوزيف ثرومبس عملت اكيوت ترانسميورال مايوكارديال انفاركشن. الانفاركشن حتكون في كل الطبقات من الهارت وبالتالي هي تعتبر ترانسميورال انفاركشن. Although only a single major coronary artery may be affected by atherosclerotic narrowing 2 or all 3. هلا الكورنري ارتري في الهارت هم ثلاثة، ممكن سنجل وان واحد منهم او اثنين او ثلاثة منهم يصير فيها انفار obstruction. الاول هو left anterior descending artery او left circumflex او right coronary artery. هلا البلاك هاي اللي عبارة عن كوليسترول والسيلز اللي عم تتجمع بالفيسلز بسبب الاثيروسكليروتيك كان بي لوكيتد انيوير بات تند تو بريدومينيت وذ ذا فيرست سيفيرال سنتيمترز اوف ليفت انتيريور ديسيمينيتنج. هلا الليفت انتيريور ديسيمينيتنج بيقول لك عادة اذا كان فيه اوبستركشن او في عندنا بلاكس حتتجمع حتكون ان ذا فيرست سيفيرال سنتيمترز، بتكون يعني في بداية هذا الارتري هو والليفت سيركمفليكس. اما بالنسبه للرايت في بتكون في كل طوله، يعني ما في فيه كامل، ما في لها اتجاه او جهه محدده حتى تتجمع فيها، وبيطلع منها برانش هاي الارتري. نفس الشيء الاثر سيكريتيك ممكن توصل للبرانش.
هلا هاي السيمتومز كانجينا وميكارد انفاركشن او السيمتومز انه يكون في عندنا ديكريز بلاد سبلاي ديبند اون ذا اكستنت اند سيفيرتي اوف فيكس اثر سكيورتيك ديزيز. الاثر سكيورتيك من جماعه قد ايه السيفيرتي ومتى كانت، كل ما كان طبعا سيفير اكثر بيكون الديزيز اوضح. الحاله الثانيه مور كريتيكال اون دايناميك تشينج ان كورنري بلاك. هلا قلنا انه هاي البلاك اللي هي عبارة عن الكوليسترول غيرها ما بتضل فيكس في مكانها، لا ممكن تتعرض لدمج لألسر انها تتفتت وتتكسر، وبالتالي هاي التغيرات جميعها بتأثر انه هل يصير في عنا انه فر انه شو تأثر على الديسيز از اسكيميك كارد ديسيز يقل او يزيد. هل رول اوف اكيوت بلاك تشينج؟ اذا الاكيوت كورنري سيندروم هي الانستابل انجينا والميوكارد انفاركشن والسادن كارديك ديث اول اوكير بيكوز ذا ابربت اور سادن بلاك تشينج. قلنا البلاك بضلها موجوده اذا صار فيها بعض التغيرات دايناميك تشينج از فولد باي ثرومبوسيس موست كومون انه يزيد فرصه الديسيز از يصير في عندنا انجينا او ميوكارد انفاركشن او سادن كارديك ديث. فإذا هلا البلاك بتضلها ثابتة إذا صار فيها رابتشر ألسر أو فيشنج صار يتكسر أو تفتفت أو إنه مثلا صار فيها دمج. Exposing highly thrombogenic black constituents of or underlying subendothelial basement membrane. لما يصير فيها دمج المحتويات أو الكونتنس الموجودة بداخلها as lipids and cholesterol حتظهر، والسب endothelial basement membrane الموجود تحتها كمان حيتعرض لهاي المشكلة وكل هاي الأشياء حصلها exposure. هاي الحالة الأولى. السبب الثاني إنه هلا البلاك هي موجودة على الفيسل وول، لو صار في عنا هيمورج دمج لهذا الفيسل وول وصار فيه هيمورج البلاك حيتجمع وين؟ بلو ذيس بلاك، وبالتالي حترتفع البلاك وتوصل اللومن وتعمله مور اكلوجن. فإذا رابتشر ريفليكس ذات inability of plaque to withstand with mechanical stress. إذا هاي البلاك ما بضلها في مكانها وبتتحمل الستريس، لا مجرد ما تعرض للستريس حسفيها رابتشر دمج أو ألسر. Adrenergic stimulation can elevate physical stress on the plaque through systemic hypertension or local vasospasm. الأدرينالين أو السيمباثوجينيك السيمباثوميتيك جميعها بتعمل vasospasm and hypertension. وجود الفيزوسبازم بيأثر على البلاكس وبيعمل stress وبالتالي إنه يصير في عنا angina و or ischemia is more. Only adrenergic stimulation associated with awakening and rising may underlie with the non-peak incidence. بين الستة صباح إلى الساعة 12. هلا الأدرينرجيك ما تبزيد فترة الصباح لما الإنسان يصحى من نومه من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 12 فترة الظهر. فدائما إذا بنقول إنه إذا في أنجينا أو ميوكارد إنفاركشن بزيد بهاي الفترة لأنه دائما الأدرينالين بيعمل فيزوسبازم تضيق أكتر أو ستينوسيس. Also الايموشنال ستريس، اذا هلا البلاك بتتاثر في كل انواع الستريس از اولسو ايموشنال ستريس بسبب العواطف مثلا واحد زعل او تضايق، كل هاي الحالات ممكن بتاثر على البلاك بصير لها ديسربشن بيتجمع عليها بلاتس وبالتالي بصير في عندنا ثرومبوسيس واند انجينا اور مايوكارد انفاركشن. هلا acute plaque changes often develop in plaque not initially critically stenotic or even symptomatic before rupture. بقولك انه هذا الستينوسيس ما بيزيد ولا بتظهر عندنا السيمتومز بيفور رابتشر، يعني السيمتومز والستينوسيس متى بيزيد وبيصير اوضح افتر رابتشر. طول ما هي البلاك جاي في حاله فيكس وما صار رابتشر او دمج ما حتظهر عندنا السيمتومز او الستينوسيس، ذس حيظهروا افتر رابتشر. باثولوجيك اند كلينيكال ستس شو ذات 2/3 اوف رابتشر بلاك ار ليس ذان 50% ستينتيك بيفور بلاك رابتشر، انه كان في عندهم نسبة التضيق اقل من 50% وما كان ظاهر عندهم ديسيز، ولكن لما صار في رابتشر نتج عندهم انه هذا ديسيز بنسبة الثلثين. and 50% have initial stenosis اقل من 70%، وجزء 85% من الكيسز اللي ظاهر في عندهم هذا ديسيز كان نسبة الستينوسيز اقل من 70%. هلا في بعض الحالات انه the worrisome conclusion انه rather a large number of now asymptomatic adults in the industrial world. في كتير ناس هلا بالمناطق الصناعية نتيجة الظروف الحياة اللي عندهم المصانع جميعها بتأثر على الهارت انه بتزيد عندهم فرصة هذا disease ولكن بيكونوا asymptomatic. فاذا الاشي الاساسي انه هي لازم يكون في عندنا plaque disruption. So
Plaque disruption with ensuing platelet aggregation and thrombosis are common, repetitive, and clinical silent complications of atherosclerosis. إذا الأساس إنه يكون في عندنا atherosclerosis وفي plaque مجمع على blood vessels. هل المصير فيها disruption ulcer أو نهاية الكسر؟ شو بده يعمل هذا؟ دائما ensuing platelet aggregation يتبعها إنه تجمع عندنا البلاتس ويصير في عندنا formation للثرومبس. و most common إنها تكون silent يعني إنه ما عملت complete obstruction. So, moreover, healing of subclinical plaque disruption and overlying thrombosis are an important mechanism by which atherosclerotic lesion progressively enlargement. هلا حيصير لها healing. قلنا الهيل إذا صار لها healing عن طريق fibrogenic formation يصير فيها fibrosis. بهاي الحالة هون بيصير في عنا progressively enlargement للatherosclerotic لأنه عم بيتكون عنا fibrosis وبالتالي نسبة اللومن حصير كتير زي أول البلاست سبلاي رح يقل. هلا رول اوف ثرومبوس، كيف الثرومبوس ممكن تعمل اسكيميك هارت ديزيز؟ It is critical to the pathogenesis of acute coronary syndrome. الثرومبوس حتعمل obstruction ولكن هذا الobstruction بيجي منه حالتين يا partial يا complete. إذا كان partial vascular occlusion by newly formed thrombus on disrupt plaque، البلاك موجودة اللي فيها الكوليسترول، صار لها disruption وجمعت عليها البلاتلس، هلا لما تجمع عليها البلاتلس صار في عندنا ثرومبوس ولكن not complete، كانت بس مجرد سكر جزء من هذا الفيسلز يعني كان في بلاد سبلاي ولكنه كان غير كافي وبالتالي هون حيعمل انستابل انجينا يعني البلاد سبلاي في حالة ريست غير كافي وبالتالي حيعمل انجينا تكون انستابل وممكن الشخص ما يحتمل كمية الاكسجين اللي عم تنقص ويصير في عندهم كار انه سادن كارديك ديث هاي القصة تكون سادن كارديك ديث. فهلا لانه بارشل اوكلوجن إذا حيعمل infarction إذا كان يوم الجلطة حتكون small endocardial infarction إنه جاي في الطبقة داخل جزء من الهارت بس in the endocardium layer endocardial layer حتكون very small. هلا immural thrombus in a coronary artery can also immobilize into smaller downstream branch. هلا فيها الثرومبس إذا كانت small ممكن تنتقل ل other branch. هاد إذا كان partial. طب إذا كان complete دائما complete obstruction يعني هون block للبلاد سبلاي تو ذا هارت ما عم بيوصل بلاد للهارت هاي الحالة حيصير في عنا massive myocardial infarction. لأنه قلنا البلاد flow is abruptly blocked by thrombosis collateral circulation cannot develop. إذا كان البلد flow بشكل abruptly اللي هي إنه very sudden بشكل كتير مفاجئ معناها ما بيقدر يعمل stimulation للcollateral اللي هي البلد سبلاي اللي بدها تيجي من الجوانب الأفرع وبالتالي هون no blood supply to the heart this will cause myocardial infarction. هلا نتيجة هاي الorganizing thrombi إنه produce potent activator of smooth muscle proliferation. هلا السموث بس اذا انه في ثرومبس الثرومبس بيتعمل ريليزنج للميدياتورز اند سبستنس هاي الاكتيفيت بتعمل اكتيفيشن للسموث ماسل اللي هي بتعمل كفر للفيسلز من برا لما يصير لها موري بروليفريشن حيصير في عندنا بتضغط على اللي يكون على الليجن وبالتالي بيصير في عندنا موري سينوسز وبقل بلاد سبلاي. هلا رول في انفلاميشن كيف البلاك هاي حيصير لها disruption كيف بيساهم انه يكون في عنا inflammation؟ اول شيء البلاك هاي اتعرضت لانجري فظاهر منها مين الاندوثيليال سيل. الاندوثيليال سيل كأي انجري ببلش يتعرض لها الوايت بلاد سيل فاذا الاندوثيليال سيل اللي حيصير فيها الانجري نتيجة البلاك disruption اتفاعلت مع الوايت بلاد سيل صار في inflammation حييجي عنا مين حتى يتخلص ويعمل healing against this inflammation التي سيل والماكروفيج. هلا التي سيل والماكروفيج اجت حتى تعمل كلير للانفلاميشن الا انه بينتج منها اشياء اول شيء درايف سموث ماسل سيل بروليفريشن بتساعد انه السموث ماسل يصير فيها بروليفريشن وبالتالي حيزيد سماكه البلاد فيسلز وذ اكسترا سيلولر اكيوميوليتنج بيجمع لنا كمان الاكسترا سيلولر ماتريكس. الاكسترا سيلولر ماتريكس حتجمع وين اوفر ذيس ليبيدز اند كوليسترول اوفر ذا بلاك. هلا لما تعمل obstruction في البداية قلنا كان في عنا بلاك وعمل obstruction لجزء معين من الفيسلز هلا صار فيها دامج وبالتالي disruption التقت عنا الاندوثيليال سيل مع الوايت بلاد سيل يجمعهم مع بعض بصير inflammation حيجي عنا الماكروفاج والتي سيل الهم دورين اول شي بيأثروا على السموث ماسل حيصير فيها proliferation اما كانه انتو بيتجمع بعدين عنا مين الاندا اكسترا سيلولار ماتريكس. هلا هاي الاكسترا سيلولار ماتريكس حتتجمع على البلاك اون ذا ليبيدز اند كوليسترول وبالتالي بيصير في عنا مور اوبستراكشن
at later stage في مع الوقت حيصير في عنا destabilization of plaque occurs through إنه metalloproteinase secretion. هلا هاي البلاك مش حتضلها في حالة stabilization وثابت، لا ممكن تتحرك ويصير لها lysis by enzyme اللي هي metalloproteinase secretion. الحالة الثالثة هي vasoconstriction. في عنا بلاك أو في عنا artery صار له vasoconstriction، فأكيد blood supply اللي فيه حيصير أقل. هل الفيزو كونستريكشن دايركتلي بتقلل من اللومين دايمتر، كل ما كان في عندنا كونستريكشن اللومين اللي بيمشي فيه البلاد حيكون اقل، اند انكريز لوكال شيرفرس القوه اللي بالهارت وال نقدر نقول الريزيستنس بتصير اعلى. هلا ات كان بنشيت بلاك ديستربشن، لانه صار في عندنا ديستركشن، صار في فيزو كونستريكشن البلاك حتاثر بصير فيها ديستربشن، حتتكسر او حيصير فيها السر اند فيشر. طب شو الاسباب اللي بتعمل فيزو كونستريكشن؟ اول شيء السيركيوليتنج ادرينرجيك اجونست، قلنا الادرينالين اللي بيبلش من الصبح من الساعه 6 للساعه 12 هذا بيعمل فيزو سبازم اند فيزو كونستريكشن. الحاله الثانيه لوكالي ريليزنج بلاتلت كونتنتس، البلاتلس اساسا بتزيد من كثافه، البلاتلس بتعمل ريليزنج للميدياتورز بتعمل فيزو كونستريكشن. الثالثه لما يكون في عندنا امبالانس بتوين اندوثيليا ريلاكسنج فاكتور از نيتريك اوكسايد والفير والكونتراكتنج فاكتور از اندوثيلين. هلا مشان يكون الفيسلز في الحاله النورمال لازم عندنا الكونتراكشن او الميدياتورز المسؤوله عن الكونتراكشن مساويه لكميه الميدياتورز بتعمل ريلاكسنج، مشان ما يصير في عندنا دايليتيشن بالفيسلز وما يكون في عندنا كونتراكشن. فاذا زاد عندنا الكونتراكتنج فاكتورز از اندوثيلين حيصير في عندنا فيزو كونستريكشن. اولسو الميدياتورز اللي بتيجي من البري فاسكولار انفلاماتوري سيلز، لما يكون في عندنا انفلاميشن وتجمع عندنا الانفلاماتوري سيلز از ليمفوسايت بلازما سيل اند ماكروفاج بتعمل ريليزنج للميدياتورز بتعمل كونستريكشن. اذر باثولوجيك بروسيس وهي فيري رير انه يقل الكورنر بيرفيوجن بسبب انه هذا الشخص يكون في عنده ديسيز از امبولاي. هاي الامبولاي انه ممكن تكون از امبولاي، قلنا الامبولاي هي اي ماده غريبه بتتحرك في الدم، فمثلا ممكن تكون جزء مثلا كتله دهنيه او تكون الثرومبوس عم تتحرك وبالتالي بتوصل لاي ارتر بتعمل اوبستركشن، او يكون مثلا في عندنا هلا فاسكولايتس انفلاميشن بالبلد فيسلز فبتجمع عندنا الانفلاماتوري ميدياتورز اند اذر سيستميك هايبوتنشن اند مايوكارديال هايبرتروفي. هلا الهايبرتروفي حناخذها لقدام انه بصير انه تضخم جدران القلب وبالتالي كميه الهارت الدم اللي بصير بالهارت اقل وبالتالي ما يعمل كونتراكشن حتكون الكمية اللي بتطلع منه ألف، فبالتالي الكورنري ارتر المسؤول عن التثبيت حيصير فيها بلاد اوس اقل. هلا نيجي للانجينا، it is intermittent chest pain caused by transient reversal myocardial ischemia. الانجينا عبارة عن ألم في التشست فهو تشست بين، ولكن شو سببه؟ ischemia نقص بلاد سبلاي، ولكن شو بده يكون ريفيرسبل، يعني كان في عنا يعني اسكيميا نقص في البلاد سبلاي فعمل هاي الانجينا والبين، لو قدرنا نعطي علاج لها حتكون ريفيرسبل ما حيصير فيها انفاركشن. هي ثلاث انواع، النوع الاول هو تيبيكال اور ستيبل انجينا، وان التيبيكال اور ستيبل انجينا انه ذس از تشست بين اسوشيتد وذ اكسيرشن اور انكريز مايوكارديال اكسجين ديماند. يعني في الحاله النورمال في الحاله الريست الشخص ما عنده مشكله، لانه كميه الاوبستراكشن نسبه الاوبستراكشن بالفيسلز associated with fixed atherosclerotic narrowing اكثر من تقريبا 75% of one or more coronary artery، لانه الاوبستراكشن كان بس 75% ففي كميه البلد اللي واصل لها للهارت كانت كافيه في الحاله النورمال بدون ما يكون في عندنا اي مشكله ثانيه، يعني الشخص في الحاله النورمال هو قاعد، ولكن لما صار مثلا في عندهم هايبرتنشن او تاكيكارديا كان في حاله ديسيز مثلا مرض فيفر انكزيتي فير او انه كان مثلا بيعمل اكسرسايز او في حاله ستريس، هون الهارت ديماند فور بلاد اند اكسجين زادت، لانه حاجته للاكسجين زادت وهو في عنده اوبستراكشن فكميه البلد اللي راح توصله ما حتكفي، هاي الحاله حتعمل انجينا، لانه هاي الانجينا كان سببها تعب اكسرسايز ديسيز هايبرتنشن اند اذر. وفي الحالة الريست ما بيكون عنده اي مشاكل فحيكون الريليفنج تبع انه علاجها عن طريق الريست او الفيزو دايليتور. سو هلا انه طب كديسيز او كبين كيف حيكون شكله؟ كروشينج اور سكويزينج سبسترنال سنسيشن، حيكون خلف الاسترنم حيكون انه بيشد، انه يعني الالم حيكون على السكويزينج كانه عم بيشد الاسترنم اند ذا تشست which can radiate down to the left arm or the left jaw، بيقدر ينتقل للفك الأيسر والإيد اليسرى.
هذا في الحالة النورمال بيكون obstruction 75% شخص ما عم تظهر عنده آلام الأنجينا، ولكن لما صار في عنده مشكلة معينة وزاد حاجته للبلد ما كان كافي كمية البلد اللي عم تمشي في الفيسلز، فصار في عندهم هذا السكويزنج بين اللي ممكن ينتقل للليفت جو والليفت أرم. في الحالة في الريست ما عندهم أي مشاكل، فمن طرق إنه نعملهم ريليفينج إنه ريست نريحهم أور أدمينستريتنج إيجنت سوتش أز نيتروجليسرين. النيتروجليسرين بيعمل فيزو دايليشن، لما يكون في عنا فيزو دايليشن بيصير حركة الدم بالفيسلز أبطأ، معناه كمية الدم اللي رح توصل للهارت حتكون أقل، ريديوس فينس ريتيرن لأنه الدم عم بيصير بطيء وبالتالي بيحتاج وقت أطول حتى يوصل. فبناخد النيتروجليسرين بلارج دوز حتى تعطي دايركت أكشن على الكورنري أرتري وتعمل فيها فيزو دايليشن. لما يكون فيها فيزو دايليشن بيصير حركة الدم أبطأ وريزيستنس أقل وبالتالي بيزيد البلاس سبلاي للمايكارديوم، وان سببها 75% في الحالة النورمال ما بتأثر اشي في حالة الريست. ولكن اذا الشخص عمل اي اكسرسايز او ستريس وكان بحاجة لكمية اكبر من الاكسجين ريكويرمنت حيزيد عنا ما بيقدر يزيد البلاد سبلاي عنده وبالتالي حيصير في عندهم هذا البين. الحالة الثانية هي البريزن برينزيمنتال اور فاريانت انجينا. هاي الفاريانت انجينا السبب الاساسي لها بتصير في الريست، ولكن most common cause إلها هو الكورنري artery spasm. الارتي نفسه بيعمل إنه contraction على حاله وبالتالي كمية البلد أو بصير في عنا destruction لهاي اللومن وما بيقدر إنه كمية البلد اللي ماشي فيه غير كافي للهارت في حالة الريست. هلا ممكن يأثر في على normal vessels normal artery أو يكون في عنده أصلا أثر سكريتيك سواء كان على البلاك نفسه يصير في عنا contract إنه constriction أو near this plaque. انتيبيكال ريسبوند برومتلي. هلا شو العلاج؟ الريست ما بيزبط لانه هو اساسا بيصير في حاله الريست، لازم نعطي دراجز فيزو دايليتور اس كالسيوم بلوكرز ان نيتروجليسرين. الحاله الثانيه هي الانستابل او كريسيندو انجينا. هاي الانستابل انجينا سببها حيكون فيري سيفير بين اند مور انتنس ولونجر ذان ستيبل انجينا، فترتها اطول وكبين مور سيفير عن الانجينا العاديه. قلنا الانستابل انجينا انه في عنا obstruction 90% واكتر، ففي حالة الريست ما بكفي البلاد سبلاي، فthis unstable angina بصير للشخص سواء كان في حالة ريست او في حالة تعب. it is characterized by increasing frequency of pain exacerbated by progressively less exertion. اذا هلا في حالة الليس اكسيرشن في المجهود القليل، لو يعمل اكسرسايز قليلة او مجهود قليل بتظهر عنده هاي، حيصير في عندهم this unstable angina and it is longer and more intense، شائع انه بيكون اشد more severe and longer duration. وان السبب الاساسي لها في عندنا plaque disruption and superimposed partial thrombosis. في عندنا plaque اللي هي الاثر سكروتيك صار لها disruption بعدين صار في عليها thrombosis or immobilization انه انتقل لها مثلا كتلة من مكان تاني وعمل obstruction، او انه صار في عنا الارتري نفسه عمل obstruction vasospasm على هاي البلاك وبالتالي صار في عنا complete obstruction. لانه كان في عنا complete obstruction هيا انه كان في عنا complete luminal occlusion by this thrombus معناه عنا ischemia no blood supply، لانه complete حيصير في عنا cell death وبالتالي will cause infarction لأنه بتعمل infarction. هاي الأنجينا بنسميها pre-infarction angina لأنه صار فيها infarction. هل ممكن نعالجها أو إنه نعملها relieving؟ no. وبالتالي it is irreversible ischemia. أما myocardial infarction بشكل عام هي heart attack النوبة القلبية الجلطة القلبية. هلأ هاي الميوكارديال انفاركشن معناها موت خلايا القلب بسبب الاسكيميا، وانه بتبلش unstable angina ما كان فيه collateral ولا قدرنا نعالجها وبالتالي حتتحول عندنا لا يصير في عندنا cell death. الميوكارديال cell بيصير فيها death or necrosis وبالتالي cause infarction الجلطة. it is necrosis of heart muscle resulting from ischemia. اذا بلشت باسكيميا ما في blood supply وبالتالي cause death by necrosis. 1.5 million people in the US suffer from a myocardial infarction every year. في كل سنة قد ايه بيصير لنا كم شخص بيصير في عندهم جلطة في امريكا؟ 1.5 million. One third die half before they can reach hospital. ثلثهم الى نصهم ممكن يموتوا before reach hospital. بتكون كتير severe and cause death before reaching the hospital. الميجر كوز الها هو الاثر سكليروسيس.
ولكن في عوامل تانية هي بتشتغل as risk factor as increasing age، دائما بتصيب الكبار أكتر من الشباب، والهايبرتنشن سموكينج ودايابيتس، إنه الهايبرتنشن سموكينج ودايابيتس والايج جميع بزيد، إنه بيعمل هي complication، لا إنه بتزيد من فرصة الأثيروسكليروسيس، وبالتالي بيصير في عندنا مايوكارد انفاركشن. إذا 10% منها بتصير باليانجر ذان 40 years and 45% منها بتصير younger than 65%. إذا most cases وين بنلاقيها؟ بالعمر بالكبار بالسن، ال elder people. هلا ال women إنهم حالتين بشكل عام، ال men greater than women، ولكن this gap progressively narrow with age. يعني في البداية بيكون الميلز أو المين فرصتهم أكتر يصير في عندهم مايوكارديال انفاركشن، لأنه في ميلز عندهم استروجين واللي هو بيعمل بروتكت أجينست انفاركشن، ولكن لما يصير في حتى المينوبوز بيقل عندنا الاستروجين برودكشن، حتقل عندنا البروتكشن أجينست انفاركشن، بالتالي نسبة الانفاركشن حتزيد. مش هيك؟ إذا إحنا with gap إنه with age this gap بتصير أقل. إذا كل ما كانت الفيميلز أصغر بالعمر ما حيكون في عندهم انفاركشن، ولكن كل ما زاد في عندنا تقدم العمر حيصير في انفاركشن بسبب إنه الاستروجين بيقل. هلا المايوكارديال انفاركشن ار كوزد باي اكيوت كورنري ارتري ثرومبوسيس، الكورنري ارتري المسؤول عن تغذية الهارت، حيصير في عندنا ثرومبوسيس. طيب هلا الثرومبوسيس شو سبب؟ ليه جمعت ليه صار في عنا بلاتلس عم تجمع وينتج منها كتلة تعمل obstruction؟ بسبب disruption of other matches plaque. البلاك نفسها اللي عاملة obstruction على blood vessels صار فيها disruption ulcer، يجمعت عليها البلاتلس وعملت ثرومبوس. There is sudden disruption of a plaque or fissure ulcer or rupture، بيصير في عنا exposure للسب endothelial collagen. هلا البلاك في تحتها إنه صاب إندوثيليال كولاجين، لما صار لها الدمج حيظهر عندنا جزء من هذا الكولاجين النيكروتيك بلاك كونتينس، والبلاك نفسها فيها كونتينس بتقدر تعمل نيكروسيس. هلا لما يظهر عندنا هذا الكولاجين والكونتينس الموجودة في البلاتلتس اند بلاك، حيصير في عندنا أدهيرنج للبلاتلتس. هلا لما يصير في بلاتلتس أدهيرنج، دائما البلاتلتس لما تجمع في مكان بتصير أكتف وبتعمل ريليزنج للميدياتورز، بتقدر تعمل بتزيد من الثرومبوس فورميشن اند فيزوس باز از ثرومبوكسين اي 2 اللي بتعمل فيزو كونستريكشن دايفوسفات اند سيروتونين. اولسو ان الفيزوس باز از ستيمولييتد باي بلاتلت اجريجيشن اند ميدياتور ريليزنج. اذا قلنا هاي البلاتلتس اللي جمعت هون عملت ريليزنج ريليزنج للميدياتورز، هاي الميدياتورز از ثرومبوكسين اي 2 ودايفوسفات سيروتونين حتى بتعمل فيزوس باز. فوق انه هلا في ثرومبوس صار في فوقها فيزوس بازم او فيزوس كونستريكشن، وبالتالي ضيق عليه وصار في عندنا نو اور بلوك للبلاس بلاك which can cause infarction. هل other mediators activate the extrinsic pathway of coagulation adding the bulk of thrombus؟ هل الميدياتورز بتقدر تعمل اكتيفيشن للاكسترنسك باث واي اوف كواجوليشن ادينج تو ذا بالك اوف ثرومبوس؟ الكواجوليشن هي عباره عن ثرومبوس فورميشن، وجود الميدياتورز هاي بتعمل انه فوق ما هو في ثرومبوس بتعمل اكتيفيشن للثرومبوجينيك فورميشن باي اكسترنسك باث واي. Within minutes the thrombus completely occludes the corner lumen. هاي الثرومبوس خلال دقايق بتقدر تعمل obstruction. فبقول لك اذا عملنا انجيوغرافي قدرنا نصور هاي الفيسلز within 4 hours of the onset of myocardial infarction of thrombus coronary artery، يعرفوا اي artery فيه obstruction وهذا الشخص كان في عنده جلطة، قدروا يصوروا هذا الارتري خلال 4 ساعات. 90% من الكيسز بيكون واضح انه في thrombus and occlusion، ولكن لو اخرنا الصورة ل 12 الى 24 ساعة after symptoms، بعد 12 او 24 ساعة من هذا الobstruction او الجلطة، بيلاحظوا انه بس 60% من البيشنت صار في عندهم انه obstruction. طب النسبة، طيب انه كل جلطه سببها obstruction، ليه بس 60% من الكيس الظاهر في عندهم obstruction؟ اذا في 40% 30 الى 40% من الكيسز اختفت الثرومبوس without intervention، بدون ما يعملوا لهم لا treatment ولا drugs. At least some occlusions seem to clear spontaneously as a result of lysis of thrombus and relaxation of spasm. لانه واحد من سببين، السبب الاوبستراكشن كان في ثرومبس مع فيزوس بازم، انه في ثرومبس موجوده كتله وعامل عليها فيزوس بازم فعامل اوكلوجن. بعد with time صار في عندنا لايسز اتكسرت وتحللت هاي الثرومبس وراحت، وبالتالي راح الاوكلوجن، او لانه الفيزوس بازم اختفى وصار رجعنا لحاله ريلاكسج، وبالتالي رجع البلاس بلاك وبطل في اوكلوجن.
هلا الميوكارديال ريسبونس تو اسكيميا، لما صار في عنا اسكيميا اذا وي هاف ديكريز ان بلاد سبلاي، عم بيقل بلاد سبلاي، فكيف الهارت بده يستجيب از الميوكارديوم السيلز نفسها within seconds of vascular obstruction cardiac myocyte airway glycolysis ceases. في البداية الهارت بيمشي عن طريق بيتنفس عن طريق الايروبيك جلايكولايسيس، بياخد الجلوكوز بيعمل له جلايكولايسيس باي يوزنج اكسجين لينتج منه انرجي، ولكن لانه هلا قل بلاد سبلاي قل الاكسجين، فكمية الاكسجين غير كافية للايروبيك جلايكولايسيس بيوقف، بده يتحول للان ايروبيك جلايكولايسيس. الان ايربيك جلايكولايسيس فيها مشكلتين، اول شيء كميه الانرجي بتطلع منها كتير قليله، فاذا حيصير في عندنا ان اديكويت برودكشن اوف اي تي بي، اند اولسو اللاكتيك اسيد حيتجمع واللاكتيك اسيد شو ضار. هلا فانكشنال كونسيكونس از ستريكينج اوف لوزينج كونتراكتيليتي اوكيرينج ويذين ا مينيت اوف اونست اوف اسكيميا اند اي ام تشينج، حيصير في عندنا تغيرات بالهارت وبالكونتراكشن. بالنسبه للكونتراكشن بده انرجي، لانه كميه الانرجي الموجوده في الهارت كمية قليلة، إذا حيصير في عندنا losing the contraction لأنه الإنرجي أقل، فالكونتراكشن حيصير أقل عن النورمال. also لأنه ما حيصير في عندنا contraction، فإذا المايوفيبريلر حيصير في عندنا relaxation، glycogen depletion and glycogen depletion also في عندنا cell and mitochondrial swelling also become rapidly apparent. هلا السيل والميتوكوندريا ليه بيصير فيهم swelling؟ لانه السيلز فيها انه بامز بتحتاج انرجي، لما تقل الانرجي بيتوقف هالومز وبالتالي الايونز عم تجمع بداخل الخليه وبيتبعها ووتر، وبالتالي بيصير في عندنا swelling of the cell and mitochondria. هذا الريلاكسيشن والجلايكوجين depletion والسويلنج كلها تعتبر الكترون مايكروسكوب change، بس نقدر نشوفها بالالكترون مايكروسكوب. هلا هاي الاشياء بتصير وين؟ in the early change او in the early of ischemia، في بداية الاسكيميا within seconds. فهاي change بتمتاز انه هي reversible، يعني the cells are not dead، هي تغيرات ولكن لسه ما صار فيها necrosis. يعني if we can اذا restore for blood supply او عملنا reperfusion عم ترجع cells للحالة normal، اذا this is reversible. Only severe ischemia lasting at least 20 to 40 minutes causes irreversible coagulation necrosis. إذا استمرت لفترة 20 إلى 40 دقيقة هون حالي خلاص بتصير السيلز unable إنه to complete its life or to stay، وبالتالي حيصير فيها necrosis. كل solid organ في البادي بيصير فيه necrosis، نوع coagulative necrosis. And with longer period of ischemia, microvascular injury ensues. هلا ممكن بعد الاسكيميا يصير في عنا تأثر على الفيسلز المايكروفاسكولار انجري. If myocardial blood flow is restored anywhere along this timeline, reperfusion survivability may be preserved. إذا قبل ما يصير في عنا نيكروسيس عملنا reperfusion هذا بيكمل، ولكن إذا كان صار في عنا نيكروسيس ورجعنا بلاد سبلاي هون حيعمل نو اكشن. This is why the early clinical detection of acute myocardial and the prompt intervention by angioplasty or thrombolysis can restore blood flow. مشان كل ما كان التدخل كلينيكال بشكل انه اسرع عن طريق الانجيوبلاست، مثلا عملوا صوره وعرفوا انه في عندنا هون obstruction او اعطوا thrombolysis عمل اوبس انه lysis for high thrombus بيعمل restore للblood supply at risk area. Ischemic but still a viable myocardium عم بضلها موجوده. So reperfusion can also have some untoward effects. بيمنع الإفكتس الناتجة عنهم. الميوكارديال إسكيميا can may result in arrhythmia probably by causing electrical instability or irritability. هلا السيلز هاي بتعمل contraction myocardium، والcontraction هذا بيمشي عن طريق الأكشن بوتنشال، يعني فيه electricity. لما يصير فيها abnormal contraction يعني abnormal electrical فيها، وبالتالي حيصير في حالة instability of its electricity. Although massive myocardial infarction can clearly cause a fatal heart failure. هلا بسبب هاي المايوكارديال انفاركشن قلنا حيصير في عنا اريديميا، من 80 الى 90% من الكيسز الاسكيميا حتعمل فيها اريديميا. بسبب هاي الاريديميا حيصير في عنا الفنتريكلز ما تعمل كومبليت كونتراكشن، بتعمل هلا فنتريكولار فيبريليشن، عم تعمل رجف انه بترجف رجفة بسيطة، وبالتالي بيطلع منها بلاد سبلاي بكمية قليلة، وهذا الاشي بيعمل هارت فيلر انه الهارت مش قادر يعطي بلاد سبلاي to other organs of the body. هلا هون الصورة بتبين how progression of myocardial necrosis after coronary artery occlusion. هلا هون كان في هذا المكان في obstruction، فأكيد المنطقة اللي بتعملها سبلاي حيصير فيها necrosis.
هون كان في عنا complete infarction involved the entire area at risk. هلا اللي بصير عنا أول شيء إحنا عنا الطبقة هون جاي endocardium اللي بالنص myocardium اللي من برا هي الإبيكارديوم. ففي البداية حيبلش من الطبقة الداخلية اللي هي ال inner side of the heart ويعمل فيها necrosis، لين بيستمر حتى يوصل إلى الطبقة الخارجية، وبالنهاية حيصير في عنا إنه كل layers في الهارت صار فيها necrosis. هلا the location size and of an acute myocardial infarction. هلا هاي الجلطة السايز اللي لها هل هي كبيرة صغيرة واللوكيشن مكانها this depend on the coronary occlusion location حسب الارتري نفسه وين صار في occlusion، هل فوقه اخره في البرانش منه and its severity. هل الاوكلوجن كان complete occlusion في الارتري انه برانش منه ولا كان في الميجر ارتري and the rate of development هل كان سريع. اذا كان سريع معناها حيكون في عنا collateral، بس ما حيكون في collateral. اذا كان بطيء معناها حيكون direct we have necrosis and the size of vascular bed perfused by the obstructed vessels. قلنا قديه كان في عنا size of the vessels والcollateral vessels and other and the duration of occlusion هل كان occlusion لفترة طويلة أو فترة طويلة قصيرة. إذا كل ما كانت أطول معناها necrosis حيكون والinfarction أعلى. الميتابوليك ديماندز قديه الهارت بيحتاج، قديه كانت كمية النقص بالblood supply and extent of collateral supply. قلنا إذا في collateral بتكون فرصة الinfarction أقل. هلا الميتابوليك ديبانس بتعتمد على البلد بريشر والهارت ريت. الهارت ريت والهايبرتنشن دائما بيكون بيحتاجوا اكسجين اعلى، وبالتالي فرصة المايوكارد بتكون اعلى. 90% of the population of posterior descending artery supplied by the right coronary artery having dominant right coronary artery in these individuals. هلا احنا قلنا coronary artery جايين ثلاثة، عنا left right وleft circumflex. الليفت انتيريور ديسيندينج ارتري هلا كل واحد بيصير اذا صار في اوبستراكشن حيصير في عنا نيكروسيس بالمنطقه المسؤول عنها. فالليفت انتيريور هو اساسا مسؤول عن الانتيريور ليفت فينتريكل، انتيريور فينتريكل سيبتوم، انتر فينتريكولار سيبتوم والايبكس. فاذا صار فيها نيكروس انه صار في اوبستراكشن حيكون في عنا نيكروسيس بواحد من هاي الاماكن. الرايت كورنري ارتري قلنا الرايت كورنري ارتري بيكون بوستيريور، فحيعطي بوستيريور للليفت فينتريكل والانتر فينتريكولار سيبتوم بوستيريورلي والرايت فينتريكل. اذا صار في اوبستراكشن حيأثر على واحد منهم. الليفت سيركمفليكس ارتري دائما بنلاقيه باللاترال ليفت فينتريكل اذا صار فيه، طبعا ما بيعطي الايبكس. الايبكس المسؤول عنه هو الليفت انتيريور ديسندينج. فاذا كل واحد فيهم مسؤول عن منطقه معينه، اذا صار فيه اوبستراكشن حيكسر في نيكروسيس في المنطقه المسؤول عنها. Severe coronary artery occlusion without associated myocardial damage suggests that prior formation of protective collateral neck connection. إذا شخص لاحظ إنه في عنده obstruction ولكن ما صار عنده جلطة ولا necrosis، إذا surely هم في عندهم collateral blood supply. And the gross and the gross or microscopic appearance of myocardial infarction depend on the interval of time since the original injury. هلا في كتير عوامل بتحدد عنا كيف بيظهر myocardial infarction، واللي هي the interval of the time since the original artery injury. هلا متى بلشت الانجري ومتى تم ملاحظتها وظهرت السيمتوم وصار يعملوا لها الميوكارديال مايكروسكوبيك ابييرنس والجروس ويلاحظوا. فاذا كل ما كانت اجدد حتكون في تغيرات بتختلف في اختلاف الوقت. Despite recent excitement about potential myocardial repopulation بيقول لك لو صار في مشكله بالهارت احنا ممكن نعمل له repopulation يعني نزرع خلايا جديده by resident or circulating stem cells يستخدموا خلايا جذعيه. Myocardial cell necrosis proceed invariable to scar formation without any significant regeneration. الميوكارديال cell unable انه تعمل regeneration ودائما ينتج منها اذا في necrosis يتحول الى scar formation. هلا هون في عنا الجروس والمايكروسكوبيك ابييرنس بيختلف من لحظة إلى لحظة، ما فيهم مش كلهم حفظ. في النهاية قلنا شو حيكون ميزة الهارت؟ سكار فورميشن، والسكار فورميشن عبارة عن دنس كولاجين. فهلا هون في عنا الهارت بقول لك جروس فيو اوف اكيوت مايوكارديال انفاركشن ليس ذان 3 اورز. هون في عنا انفاركشن، هاي المنطقة واضح انه مبطل فيها بلس بلاي فصار لونها از يلو اور وايت، انه الانفاركتد اريا جاي وايت كلر وفيها ستين. هلا مصدر الستين اسمها تراي فينيل تترازوليم كلورايد. هون عندنا مايكروسكوبيك فيت فيو اوف اكيوت مايوكارد انفاركشن هاد خلال 4 الى 12 ساعه. واضح انه هون بلش يكون في عندنا نيكروسيس اند هيمرج، اللون الاحمر هاد في عندنا هيمرج.
الأكيوت مايوكارديال انفاركشن اوف 3 دايز ديوريشن هايبرميك بوردرز. البوردرز كانوا هيك كتير احمر لانه السيلز فيها انه ديث صار فيها نيكروسيس، فلو وصلها بلاد حيجوا من البلاد ويعمل فيها نيكروسيس. هون عندنا acute myocardial infarction within 3 days all showing dense neutrophil infiltration in the necrotic myocardial cells. هلا هاي السيلز بقول لك فيها نيكروسيس، لانه السيلز فيها نيكروسيس فحتى الجسم يتخلص من هذا الشيء بيجمع عندنا مين للنيوتروفيل سيلز حتى يعمل كلير فور ذس انفلاميشن. And also هون عندنا من يوم الى 5 الميكروسكوبيك فيو هون في عندنا نيكروسيس، واضح انه صار في عندنا فراغات بين السيلز وعم بيعمل انفلتريشن للون الازرق حتى عباره عن نيوتروفيل وصار فيها نيكروسيس. شو سببه؟ كواجوليتيف نيكروسيس. هلا في عندنا وايت نيكروتيك اريا وذ هايبريميك بوردرز. البوردر من برا لو فيها لون احمر خاص هون كثير واضح بسبب انه في بلاس سبلاي عم بيرجع لهي السيلز، ولكن في حال ديث اولسو في انه المنطقه اللي فيها نيكروسيس فيها وايت كلر لانه ما عم بيوصلها البلد. البوردرز بيوصلها بلد ولكن المنطقه اللي فيها نيكروسيس هون حتكون وايت بلد، اي وايت اريا. هلا هون حطيتنا تغيرات في اول يوم، كيف انه واضح انه في عندنا هون ريد بلاد سيلز موجوده. المرحله الثانيه خلال يومين الى 3، هون من 7 الى 10 ايام، هون عندنا من 2 الى 8 ايام، ولكن اخر شيء هذا اللون الازرق صار في عندنا دينس كولاجين. وهلا هذا اللي دائما الدينس كولاجين بيظهر باللون الازرق بيسوي صبغه اسمها ماسون ترايكروم ستين. Chronic myocardial infarction 2 months old scarring myocardial infarction. هلا هذا اللون فتح عبارة عن fibers formation صار في عندنا fibrosis and scar formation. Also هون عندنا myocardial infarction في عندنا dense fibrous tissue scar. قلنا السكار عبارة عن fibrosis وهذه الخلايا بتكون واضح انه جاي طويل، انه طويلة شوي بتكون هاي الخلايا. هلا الكلينيكال فيتشرز، اول شيء حيكون في عنا سيفير ريتروستيرنال بين. هلا البين هذا حيكون انه قلنا سكويزنج بين كانه عم بيشيل بنت يكون انه خلف الاسترنم. It is not relieved by rest or vasodilator, may persist for several hours. هذا بين قلنا في حالة الرست وفي حالة الفيزودايليتور ما بيتعالج لانه سببه سيل نيكروسيس. اذا اول شيء حيكون في عنا بين، vomiting, sweating, weakness and rapid pulse and dyspnea. هلا سبب الديسبنيا وضيق التنفس or shortness of breathing لانه في عنا pulmonary edema. هلا ليه pulmonary edema؟ لانه ما يكون في عنا infarction of the heart معناها الهارت ما عم بيعمل contraction، معناها البلد عم بيتجمع بالهارت عم بيرتفع الضغط في الهارت. لما يرتفع الضغط بيقلل، قلنا اول شيء بيقلل contraction فبيقل الكارديك اوتبوت، حيجمع الدم من بالفنتيكال والاتريوم. لما يجمع هلا في الاتريوم حيرتفع الضغط بالاتريوم، والقلنا الليفت اتريوم هي ان كونتاكت مع البلمونري فينز، بيرتفع الضغط بهاي البلمونري فينز وبالتالي بيصير الضغط اعلى من لانجز وبينتقل منها سواء او البلازما من هذا الفيسلز من البلمونري فينز الى لانج ويصير فيها بلمونري ايديما. also هلا عندنا في بغير هيك انه الانزيمات المتعلقه بالهارت حيصير مستواها نسبتها عالي لانها طلعت من السيلز عن زي الكرياتينين فوسفوكانيز لاكتيدي هيدروجينيز 5 انتيتوبونين 1. 50% of patients died in the first week due to atrial or ventricular fibrillation. قلنا حيصير في عندنا arrhythmia abnormal contraction كهرباء في الهارت abnormal وتحصل في عندنا ventricular fibrillation والبلاد سبلاي قليله. هلا نتيجه هذا الفبريليشن حيؤدي الى الدث بنسبه 50% من الكيسز، والمورتاليتي خلال أول سنة بعد الإصابة نسبتها 10%. هلأ الكومليكيشن اللي بينتج منها إنه sudden ischemic cardiac death ممكن يؤدي إلى cardiac death بسبب الإسكيميا no blood supply for the heart، وإن الأريثميا بسبب إنه بتعمل atrial أو ventricular fibrillation، heart failure لإنه الهارت abnormal إنه يعمل contraction and release and blood supply to other organs فالحسي في عن heart failure مش قادر تاخد دم، and cardiogenic shock فجأة بيتوقف الهارت. This is strong and إذا كان خاص إذا كانت stroke and large infarction. هلا الحالة الرابعة في عنا ventricular rupture والسابعة ventricular aneurysm. هلا اللي بصير قلنا إنه الهارت ما عم بيعمل contraction فالبلاد عم بيتجمع بالفنتيكل فلازم يصير في عنا dilatation enlargement بالفنتيكل إنها تتوسع بصير فيها aneurysm حتى تقدر إنه تستوعب كمية الدم اللي موجودة فيها لأنها ما عم تطلع عن طريق الكارديك أوتبوت. نتيجة إنه هي عم تتضخم كتير ممكن يصير فيها rupture تمزق. also
الهارت من الاتريوم من الفنتريكل ما عم بتجمع كتير، انه او البلد ما عم بتحرك كتير، وبالتالي حيصير في عنا ثرومبوس، سواء كانت ميول ثرومبوس في مكانها ممكن تتحرك وتعمل امبولاي. هلا نتيجة انه يكون في عنا obstruction حيأثر على الفينوس ويصير فيها also عنا ثرومبوسس، لانه صار انه حركة الدم بالفينوس قليلة، وبالتالي عم بتجمع الدم ويصير فيه ثرومبوسس يجمع ويعمل تكتلات. هلا هون في عنا الكومبليكيشن هو مايكاردي انفاركشن. اول شيء هون بالصورة اي واضح انه الفنتريكل صار فيه تمزق، then this is انه my rupture of the ventricle. هون في عنا انه رابتشر وين جاي بالانترفنتريكولار سيبتوم اللي هو الجدار الفنتريكل نفسه. هون في سي صار في عنا رابتشر في البابيلاري ماسلز اللي بتعمل بايندينج مع الكورديو تندون اوف فالفز. الصورة دي هلا في عنا فيبرنس بيريكارداتيس اوفرلاب، الهارت نفسه صار فيه كفر وين انه اوفرلاينج بسبب مايكارد انفاركشن، صار في عنا فايبروسيس هون فيبرنس بيريكارداتيس. اند في اي هون في عنا expansion of the anterior septal myocardial infarction wall thinning and mule thrombus. هلا انه ال wall صار very thin وعم بيجمع فيه ال blood ويعمل thrombus. اخر شي هلا هون في عنا large apical aneurysm، ال ventricle صار عم بيتوسع وبالتالي صار هون very smooth and aneurysm of the left ventricle. هلا هون في عنا the pericardial sac is reflected to reveal a large hematoma descending in the sac، ولكن هون في انه كتلة او ورم من الدم عم بيتجمع على الهارت ويعمل هيمو بيريكارديوم. البيريكارديوم الكفر اللي بيعمل كفر الهارت من برا عم بيتجمع في الدم، فبنسميه هيمو بيريكارديوم. كوز كارديك تيمبونيد، هاي الحالة بنسميها كارديك تيمبونيد لانها بتضغط على الهارت نفسه. الحالة الثانية هون بقول لك انه في عنا two ruptures of the heart in the anterior surface of the heart. في عنا two ruptures، في شقين عم بيطلع منها دم، بقول لك انه they two slits like tears بتشبه الدم عم بيطلع منها مثل الدموع، والفاتس اللي حواليها شو بيظهر لونها red and bruised. هيو هاي الحالة في عنا gross view of complicated myocardial showing hemorrhage into the pericardial surface. هلا الطبقة الخارجية من الهارت اللي هي البيريكارديوم صار فيها هيموريج مايوكارديال انفاركشن، وصلها بعدين بلا سبلاي جمع البلاد وفيها عمل هيموريج.